السلام عليكم، أهلا بكم أعزائنا المشاهدين إلى حلقة جديدة من صدى الأقلام، والتي نرصد فيها أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. موقع الحرة، تظاهرة في الناصرية للمطالبة بكشف مصير الناشط سجاد العراقي. في الشرق الأوسط، بوادر انقلاب صدري على الحزب الشيوعي، هجوم على مقر الحليف السابق في النجف. في العربي الجديد، العراق يدرس غلق المدارس والجامعات مجددا بعد ارتفاع إصابات كورونا. في اندبندنت عربية، البرلمان العراقي يعدل موازنة 2021 ويخفض العجز إلى 18 مليار دولار. في القدس العربية، الانتخابات الليبية في جنيف تطوي صفحة السراج وصالح وحفتر. في الخليج الإماراتية، المحكمة الجنائية الدولية تقر ولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية. ومن العناوين أخيرا في البيان، الإماراتية، إصابات كورونا العالمية تتجاوز 105 ملايين والوفيات 2,288,000. بات من بدهيات السياسة التي تمارسها السلطات في العراق أنه بعد كل انفجار يحصل تجري حملة اعتقالات مسعورة في كل أنحاء العراق. يتبع ذلك دعوات من زعامات ميليشياوية وحزبية طائفية لتنفيذ أحكام بالإعدام بحق من هم في السجون بتهمة الإرهاب. مثنى عبد الله يرى في صحيفة الميثاق الوطني أن تكرار نفس المشهد بعد كل خرق أمني يؤكد جهل السلطات الحاكمة وأجهزتها الأمنية بطريقة التعامل مع هذه الأحداث. مع كل إنسان بريء يسقط في هذه الدوامة الرهيبة من الظلم، ينتقل عشرات الأشخاص من الأهل والأقرباء إلى جهة منهضة للسلطات، ثم يتغذى الحقد وتنمو الرغبة بالثأر ويصبح جزءاً من الحياة اليومية لهؤلاء البشر. فيما على الجانب الآخر، تتغول السلطات وتنتشي بتحول الأجهزة التي يفترض أنها تحمي المواطن إلى آلة قمع، فيظن القائمون على السلطة وعلى أجهزة الأمن أن الوضع قد آل إليهم وأن عروشهم ومناصبهم باتت آمنة، في حين أن هذا لا يعد كونه مجرد فترة هدوء كاذب. لقد اعتمدت السلطات الحاكمة في العراق على معادلة أمن النظام على حساب حياة الإنسان وكرامته، لذلك نجدها قد جعلت محافظات محددة في العراق خزانا بشريا تغرف منه أناسا أبرياء وتقدمهم قرابين على مذبحها بعد كل فشل أمني تتعرض له. وقد اعتمدت أسلوب الاعتقالات العشوائية من قبل عناصر يرتدون الزي المدني ولا يعرفون عن أنفسهم ولا عن الجهات الأمنية التي ينتسبون إليها، كما أن عمليات إلقاء القبض على الأبرياء تتم بطريقة المداهمات الليلية التي هدفها بث قدر عال من الرعب والخوف بين صفوف السكان، وحالما يغادرون مع من اعتقلوهم تنقطع تماما علاقة المعتقل مع أهله وذويه ويصبح من المستحيل معرفة أخبارهم. الكاتب يقول إن حملة الاعتقالات المسعورة التي قامت بها السلطات في أعقاب التفجير المزدوج الذي حصل في ساحة الطيران في بغداد يطرح سؤالا جوهريا، وهو إن كان هؤلاء الذين اعتقلتهم ينتمون حقا إلى تنظيم الدولة ولهم علاقة بالذي حصل، فلماذا لم تعتقلهم قبل حادث التفجير؟ وفي الإجابة على السؤال تتكشف حقيقة هذا النظام الفاشل، كما تتأكد مصداقية كل التقارير المتعلقة بحقوق الإنسان في العراق.
الصدمة التي أحدثها بين العراقيين خبر لقاء جنين بلاسخارت ممثلة الأمم أو الأمين العام للأمم المتحدة في العراق بعلي أكبر ولاية ممثل خامنئي قبل أيام في طهران، وما أعلنه عن تصريحات جارحة في تدخله المتفرد السافر في حقيقته لم يكن غريبا أو مفاجئا للمتابعين. ماجد السامراء يرى في صحيفة العرب اللندنية أن بلاسخارت تدعي سعيها إلى بناء حوارات سياسية بين جميع الأطراف في البلد، لكن في واقع الحال يقول إنها دخلت دهليز القوى الشيعية المسلحة دون الاكتراث بالقطاع الواسع المعارض المتمثل في ثورة تشرين والتي غيرت الواقع السياسي في العراق. الأمم المتحدة تتعاطى مع واقع العراق على أنه محكوم من قبل الزعامات الشيعية الدينية والسياسية، لهذا دائما ما يلجأ ممثلوها إلى التقرب واللقاء بالمرجع السيستاني لعله يعينهم في مهمتهم. ولقاء بلاسخارت معه لم يكن استثناء، لكن الظرف تغير عما كان عليه الوضع في عام 2003 و2005. اليوم أصبحت زعامات الميليشيات الموالية لخامنئي هي المتحكمة في الشارع، لهذا اضطرت إلى لقاء أبو فدك في بغداد في مسعى فاشل منها لتخفيف الاحتقان، لأنها تعلم أن أي انتخابات مقبلة سيكون السلاح هو المهيمن على اتجاهاتها. وحين لم تجد في بغداد ما يلبي جزءا من حلولها، ذهبت إلى بيت الوالي الكبير خامنئي في طهران ممثلا بولايتي، الذي صدمها بتصريحاته الداعية إلى عدم شراكة أي جهة دولية لهم في تسيير شؤون الانتخابات في العراق. بلاسخارت تعرضت إلى صدمة عشق الملالي في طهران، فقد استحضرت متطلبات اللقاء في مظهرها ووشاحها الذي يعكس احترام هيبة المقام، وتوقعت من ممثل الإمام ردا يتناسب هذا العشق في تنفيذ بعض طلباتها بتخفيف قبضة الميليشيات التابعة لهم على شؤون الانتخابات المقبلة. لكن غابت عنها حقيقة أن الملالي الحكام في طهران لا يؤمنون بخرافة العشق وتجليات رباعيات الخيام. الكاتب يتساءل، هل ستعلن بلاسخارت حقيقة الصدمة للجمهور العراقي والعالمي وتكشف أن ملالي طهران يستحضرون خططهم ووسائلهم لانتخابات العراقي بحياكة نسيجها كسجادهم العجمي؟ مهددين لمجيء الجيل الثاني من قادة حرس خامنئي في العراق، أم أنها لن تبيح بصدمة عشقها للحفاظ على ماء وجهها وامتيازاتها لا تهمها لعنة شعب العراق والتاريخ؟ هناك قناعة راسخة أن الإحصائيات المعلنة عن عدد الإصابات بفيروس كورونا في العراق هي أقل بكثير من العدد الحقيقي، فأغلب المصابين بالفيروس لم يراجعوا أي جهة رسمية طبية لتسجل أعدادهم وفضلوا العلاج داخل منازلهم، وهذا دليل بسيط وعرضي على عدم دقة الأرقام التي تعلنها وزارة الصحة. هذا ما أشار إليه فاتح عبد السلام في مقاله بصحيفة الزمن. المسألة لا تخص قطاع الصحة وحده، ذلك أن هناك خللا كبيرا في ميدان الإحصاءات والبيانات والمعلومات الدقيقة في معظم القطاعات، وهذا النقص تتركب عليه علاجات خاطئة استنادا إلى أرقام غير صحيحة. الأخطر في الأمر هو غياب دور الإعلام والهيئات الحكومية والبرلمانية في تبصير الناس بشأن أن العراق لا يزال في قلب عاصفة الفيروس كما معظم دول العالم، ما دام اللقاح لم يصل إلى جميع المواطنين، كما أن العلماء والوقائع أثبتوا أن كثيرا من المصابين في الموجة الأولى أصيبوا مرة ثانية، وربما تكون إصابتهم أشد، وأن أطول مناعة زمنا لا يتجاوز 6 أشهر. فمن أين جاءت القناعة في الشارع العراقي حول أن الجميع باتوا في مأمن كونهم سبق أن أصيبوا وانتهى الأمر، وأن فيروس كورونا صار من الماضي؟ على نفس المنوال، هناك شائعات قوية وواسعة متداولة في أوساط العراقيين حول تخويف الناس من التلقيح في إطار نظرية المؤامرة التي تشتغل في رؤوس الكثير من العاطلين عن التفكير. المسألة الصحية في العالم تتصدر الأخبار وتتفوق على أخبار الزعماء والقنابل النووية والصراعات القارية، إلا في بلدنا
إذ تغلب أحداث سياسة صغيرة وربما نزاعات وخلافات تافهة الاهتمام المطلوب بهذه الجائحة اللعينة. الكاتب يدعو العراقيين إلى الاستعداد، فعاصفة كورونا برأيه ما تزال تهب كل يوم في موجات ثانية وثالثة، والعراق ليس خارج الكوكب بالرغم من الإيحاءات القوية التي تحيل إلى أنه فعلا خارجه. خير الله خير الله كتب في موقع ميدل إيست أونلاين عن الأوضاع في لبنان قائلا: إنه ليس ما يعطي فكرة عن حجم الفراغ في لبنان أكثر من مرور 6 أشهر على تفجير مرفأ بيروت، ثم جاء اغتيال الناشط السياسي لقمان سليم المعارض الشيعي لحزب الله في 4 من شباط الجاري، أي في ذكرى مرور 6 أشهر على تفجير المرفأ، ليؤكد الفراغ اللبنانية على مستوى السلطة السياسية وجود مرجعية أخرى للبنان خارج مفهوم الدولة ومؤسساتها. مرت 6 أشهر على تفجير المرفأ من دون أن تكون هناك إشارة ولو بسيطة تصدر عن الأجهزة الرسمية تشرح للبنانيين ما الذي حصل في ذلك اليوم المشؤوم. كل ما في الأمر أن الإنجاز الوحيد الذي حققه العهد القوي، أي عهد حزب الله الذي على رأسه ميشيل عون وصهره جبران باسيل، يتمثل في منع حصول تحقيق دولي في كارثة ضخمة تسببت تلك الكارثة بمقتل ما يزيد على 200 شخص وسقوط المئات من الجرحى. يختزل تفجير مرفأ بيروت وصولا إلى اغتيال لقمان سليم المأساة اللبنانية بكل أبعادها. مطلوب قبول اللبنانيين بالأمر الواقع المتمثل في أن لا وجود لمن يريد تحمل مسؤولياته في السلطة. يعبر تفجير مرفأ بيروت وإسكات أي شيعي يخرج عن ثقافة القطيع عن رغبة واضحة بالانتهاء من لبنان على يد مجموعة لا تؤمن بالبلد. كان التحقيق كفيلا بكشف من خزن أطنان الأمونيوم طوال سنوات في عنابر مرفأ بيروت، ومن جاء بالأمونيوم، ومن حماه، ومن نقل قسما منه إلى خارج المرفأ. كان التحقيق الدولي سيحدد الجهة المسؤولة عن الجريمة الكبيرة في حق عاصمة لبنان ولبنان نفسها. الكاتب يقول إنه بعد 6 أشهر على تفجير مرفأ بيروت وفي غياب أي معلومات عن المسؤول عن الجريمة يصح التساؤل: لبنان إلى أين؟ إذا كان الجواب أن لبنان ذاهب إلى الانهيار فإن الانهيار حصل. لعل التساؤل الأفضل: ماذا بعد الانهيار؟ ما الذي يمكن عمله في بلاد صار سكانها فجأة فقراء؟ قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية إن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية عثروا على دليل جديد بشأن أنشطة نووية في إيران لم يعلن عنها سابقا. ونقلت الصحيفة عن 3 دبلوماسيين قولهم إن عينات أخذتها الوكالة من موقعين في إيران خلال عملية تفتيش جرت الخريف الماضي احتوت آثارا لمواد مشعة. الصحيفة أضافت أن الدبلوماسيين قالوا إن مكان اكتشاف المواد المشعة قد يشير إلى أن إيران سبق أن قامت بأعمال تتعلق بأسلحة نووية، لكنهم قالوا إنهم لا يعلمون طبيعة المواد المكتشفة. ولفتت الصحيفة إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أدرجت في تقرير لها في يونيو حزيران الماضي أسئلة طلبت فيها توضيحات من إيران بشأن أنشطة مريبة حصلت في 3 مواقع مختلفة. وفي العام الماضي منعت إيران مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من فحص المواقع المعنية لمدة 7 أشهر، مما أدى إلى مواجهة. وترى الصحيفة أن الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بات على شفا الانهيار بعدما قلصت إيران التزاماتها المنبثقة عنه، خاصة ما يتعلق برفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 20% من 3% التي يسمح بها الاتفاق، وذلك ردا على سياسة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي انسحب من الاتفاق في عام 2018 وفرض ضغوطا قصوى على طهران. وتشير الصحيفة إلى أنه في ظل إدارة أمريكية جديدة يدور الخلاف الآن بين واشنطن وطهران حول من يبادر باتخاذ الخطوة الأولى لإحياء الاتفاق النووي،
وعرض الطهران مؤخرا اتخاذ خطوات متزامنة للعودة إلى الاتفاق، لكن واشنطن ردت على هذا الاقتراح بفتور. وتختتم الصحيفة بالإشارة إلى أن إيران عززت أنشطتها النووية في الأشهر الأخيرة منتهكة العديد من القيود في الاتفاقية النووية لعام 2015 التي أبرمتها مع الولايات المتحدة الأمريكية والقوى الأوروبية وروسيا والصين. بدأت هذه التحركات بعد أكثر من عام من انسحاب إدارة ترامب من الصفقة في 2018، ثم فرض عقوبات واسعة على إيران والتي تم رفعها بموجب الاتفاق. نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية مقالا للكاتب إيشان ثارور، قال فيه إنه بعد 4 سنوات من سياسة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تسعى إدارة بايدن الجديدة إلى إعادة ضبطها في الداخل والخارج، ويبدأ ذلك في وزارة الخارجية حيث وصلت المعنويات إلى مستويات دنيا جديدة. بايدن قال إنه عقب مكالمات مع العديد من قادة العالم يأمل هو وإدارته البدء في إعادة تشكيل إعادات التعاون وإعادة بناء عضلات التحالفات الديمقراطية التي انهارت بعد 4 سنوات من الإهمال وسوء التعامل. وكانت تلك إشارة متوقعة ومرحب بها من الكثيرين في الخارج، فقد انضم بايدن بالفعل إلى اتفاقية باريس للمناخ وألغى انسحاب أمريكا من منظمة الصحة العالمية، وتعهد بتقديم مساعدات أمريكية أكبر للدول الفقيرة التي تكافح جائحة كورونا. وأعلنت إدارته عن خطط لإعادة برنامج إعادة توطين اللاجئين الأمريكيين إلى مستويات أعلى من تلك التي كانت في عهد إدارة أوباما. ومرددا خطابه خلال الحملة الانتخابية، تحدث بايدن أيضا عن مواجهة النفوذ الاستبدادي لدول الحزب الواحد مثل الصين، وما من شك أن معظم القادة الأوروبيين مرتاحون لرؤية والتزامات الإدارة الأمريكية الجديدة، لكن هذا لا يعني أنهم سوف يحذون حذو بايدن على المسرح العالمي. إن النزعة القومية المتطرفة لترامب والتجربة المؤلمة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أقنعت المسؤولين في برلين وباريس وبروكسل بالحاجة إلى اتباع نهج أوروبي أكثر استقلالية وبناء قدرة أكبر من الاعتماد على الذات بعد أكثر من نصف قرن من الاحتماء تحت المظلة الأمنية الأمريكية. وبحسب الصحيفة فقد غيرت تجربة سنوات ترامب التفكير الاستراتيجي في أوروبا، ولم يعكس الاقتحام الدراماتيكي لمبنى الكابيتول في 6 كانون الماضي تقلب السياسة الأمريكية فحسب، بل عكس أيضا المدى الذي يمكن أن يؤثر فيه الاستقطاب المحلي على السياسة الخارجية المستقبلية. ماذا ابتكر الخبراء بخصوص فضلات أو بقايا كورونا؟ ابتكر خبراء من جامعة ريميت في ملبورن بأستراليا طريقة لإعادة تدوير الكمامات وتحويلها إلى خرسانة، حيث يتم استخدام حوالي 6.8 مليارات من أقنعة الوجه التي تستخدم لمرة واحدة على مستوى العالم كل يوم للحماية من فيروس كورونا. وبحسب الدراسة التي نشرتها مجلة ساينس أوف توتال إنفايرمنت العلمية، فإن خلط 1% من أقنعة الوجه المعاد تدويرها مع 99% من الركام أدى إلى إنتاج خرسانة قابلة للاستخدام في البناء. وقال الباحثون إن إضافة مادة أقنعة الوجه إلى هذا المزيج لا يمنع فقط النفايات، بل يجعل المادة أكثر صلابة وقوة. ووجدت الاختبارات أن الخليط الجديد صمد أمام الإجهاد وقاوم الماء ولم يتحلل أو ينثني. ويتطلب امتداد كيلومتر واحد من الطريق المصنوع بهذه الوصفة 3 ملايين قناع، أي ما يعادل توفير 93 طنا من النفايات. والآن إلى فقرة الكاريكاتير.
ختام هذه الحلقة من صدى الأقلام، شكرا لكم على حسن المتابعة، في أمان الله وحفظه.